انتقل إلى رحمة الله اليوم الاثنين الشيخ العلامة محمد طاهر أيت علجت عن عمر ناهز 106 سنوات. ولد الفقيد ببلدية تمقرى بمنطقة آيت عيدل دائرة أقبو ولاية بجاية سنة 1917. حفظ القرآن الكريم بزاوية جده الشيخ سيدي يحيى العيدلي، أين تلقى المبادئ الأولية للعلوم والأدب واللغة العربية على يد شيخه العلامة السعيد اليجري، ثم رحل إلى زاوية الشيخ بالحملاوي بوادي العثمانية قرب قسنطينة، حيث درس مختلف العلوم الشرعية من فقه ولغة، كما تعداها إلى غيرها من العلوم الصحيحة كالحساب والفلك، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية الأخرى كالتاريخ والجغرافيا. بعد تمكنه تصدر للتعليم والتدريس والإفتاء في زاوية تمقرة، وهذا قبل الحرب العالمية الثانية، فأحدث نهضة علمية إلى غاية 1956. أنشأ نظاما خاصا بزاويته شبيها بنظم المعاهد الإسلامية الكبرى، فكان تلامذته يلتحقون بالزيتونة بزاد من العلم والأدب يشرف زاويتهم والقائم عليها، وكان يدرس الفقه والنحو وفن القراءات وغيرها من العلوم الشرعية بمسجد دار الأرقام وبمسجد بوزريعة ومسجد الإمام مالك بن أنس. ومن أبرز تلاميذه الوزير السابق المرحوم مولود قاسم آيت بقاسم، الأستاذ الدكتور محمد شريف قاهر، الشيخ أبو عبد السلام. وسط زحام الكذب تظل الحقيقة تائها، نوثق الخبر وسط زحام من الزيف.